خطأ كيقول الحكم. خطأ التنفيذ هناك جلال الداودي او عفوا احمد شاغو. اختصاص الكرات الثابتة من المسافات البعيدة. احمد شاغو اللي سبق وسجل اكثر من مرة عن طريق التسديد من بعيد. شاغو شاغو في التنفيذ غادي يسدد كرة تسديدة قوية. تسديدة مؤثرة قوية وتدخل نادي المياري. تدخل نادي المياري امام احمد شاغو.